عرفني. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبإشراف رئاسة الجامعة المستنصرية كلية الإدارة والاقتصاد أقامت المؤتمر العلمي الدولي الخامس والسنوي السادس عشر وتحت شعار التعليم العالي والبحث العلمي الرقمي خطى لمواجهة التحديات، كون التعليم الرقمي من أهم الوسائل المعتمدة. تقوم الجامعة المستنصرية بعقد مؤتمرها الدولي الخامس حول رقمنة البحث العلمي، وهذا يدل على الاهتمام الكبير من قبل الجامعة بهذا المجال المهم في البحث العلمي. والجامعة المستنصرية سباقة في مسيرة البحث العلمي، ودليل على ذلك أنه ظهرت في أغلب التصنيفات العالمية في مراكز متقدمة على المستوى الوطني وكذلك على المستوى المحلي، وسبقت كثير من الجامعات المحلية والإقليمية بل والمتقدمة. أكثر من 10 جامعات محلية وأيضا جامعات عربية تتناول معظم التخصصات الإدارية والاقتصادية والمحاسبية والمالية والمصرفية والإحصائية، اللي جميعها تصب في موضوع التحول الرقمي وأهميته، خاصة في ظل تدنية التكاليف التي ساهم فيها التحول الرقمي. هناك بعض البلدان مثل الأردن والإمارات أنشأت وزارات للرقمنة أو التحول الرقمي، وحتى البلدان خلينا نقول الضعيفة الاقتصاد مثل الصومال ساهم التحول الرقمي تقريبا ب 77% من الخدمة الهاتفية المحمولة كنسبة من عدد السكان البالغين. مجموعة من المحاور طرحت في الملتقى، أبرزها البنية التحتية لشبكة الاتصالات وأثرها على عملية التعليم عن بعد، تقييم مدى استجابة الطالب والأستاذ للتعليم عن بعد للتدريس والبحث العلمي والمناقشة في حالة الأزمات، عرض التجارب الوطنية في التعليم عبر المنصات الإلكترونية. من ضمن هذا التعليم المدمج أنه حث الباحثين والأساتذة المستفيدين بإجراء البحوث والتعلم من خلال هذه الروابط الإلكترونية لزيادة المعرفة، وأيضا الحصول على المعلومات الخاصة ببحوثهم. هدفنا هو التوعية بأهمية ودور الرقمنة في العمل الإداري في كافة مفاصله، وأيضا في التعليم العالي وحل المشكلات التي قد تواجه أي فرد داخل عمله. أهمية الرقمنة إذا تم استخدامها ستسهل الكثير من الأمور واختصار الوقت والجهد، وبالتالي اختصار التكاليف. توفير محتوى إلكتروني متعدد الوسائط وبيئة مناسبة له في السنوات القادمة في التعليم المدمج، كون استخدامها يسهل عملية الاتصال بين الطلبة وأعضاء هيئة التدريس، هو ما ركز عليه المؤتمر. لبرنامج صباح الخير يا عراق، هدية جمال، العراقية.